أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواغ وراركي ودن بيي حق حساسية تليهي هوري أني سفهد ياسين حاج داهر أيا محكمة عالمي أسو تاقيا رئيس الوزاري هوري صوماليا محمد حسين روبلي فهد ياسين أو عدايمو هوري أحيستي أيا هاتان رادين يا عدايمو كالي أو كفلان إساقا أو كاشان أيا بروفوسر عبد الوهاب أو هوري أشيغي إن رئيس الوزاري محمد حسين روبلي كشير قولي دل كاسي كين ياسلمار كاسينا لغو أفضوبتي ورئيسي بدن أيو ديبا ياسلمار كاسينا وحا أشيغي إن روبلي لوغة باهن يهي إن سيبب ليق أو راليقين كسيو أما أو محكمة عالم ياسو تاقي دونو دكتر عبد الوهاب أو أهفلان قاية كفالوضة أرمها صوماليا إيا جيسك أفريكا وحونا أهابر جامعة ديت دكتر عبد الوهاب أيانا دوشاك ساري إن أو كدن بيي إن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي حبسيق ديقي دونو بلان نكو قادي إن أو محكمة عالم ياسو ساري دونو روبلي او دنبية بدن لو هايستو اسلامر كاسينا روبلي ايا سي ددبن ايا سي خوصوا ارين تاسي آنان لوغا هاينين انو كدن بيي ماركي افدوبك لغا سود ديي دكتر عبد الوهاب ايا براها بلشد وحايس قبصدي ان رئيس الوزاري هوري صوماليا محمد حسين روبلي او كدن بيي ارين كاني دنك كالفهد ياسين او ورئيسي بحيي ايا شيغي ان او روبلي كدن بيي ديل كيكران تهليل فارح او كمي دهيد هيا دانيسا اسلام مركاسينا ورئيسيسا كو شيغي ان او والا شقيو ورقاسي الشباب فهد ياسين حاج داهر إيو نين كاني إمن كشيغي إنو أفضوبتي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أيا وحاي إمن كسل جوغان دل كاسي تركيغا إسلام مركاسينا وحا أي بادي قوب حوغن أغو جوران عدايمو مرقاتيو إيا سيدي أي محكمة أساري لحايين رئيس الوزاري هوري صوماليا محمد حسين روبلي أو دل كاسي تركيغا كراحي سانايا وحانا معقول أهي إن أي ميل كستا أو معقول أهي أي محكمة أغو فران سيدا كينيا إيا دل كاسي تركيغا فهد ياسين حاج داهر ايا امينكا قدو مالي سانا يدل كاسي تركيغا وحا اونا امينكا انتبالن لكلما رقي هوري او اي صاحي بدا اهايين ما داما امينكا اوسان كسو دقي كرين مغالة مقدشو وحانا حلكيسي اما كرسيجيسي امينكا لوغها كلا فرديو حلبان مهد محمد سلاد او امينكا وقامينا يا حياد دانيسا او هوري ان بدن لوغو ديباتي يي امد صوماليات سيكستوها اهاتي فهد ياسين يد دكتر عبد الوهاب ايا امينكا اسكو كاشان ايا حوب ايا حولا وكو رادين ايا سيدي اي محكمة اغفوري لهايين رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او انت بدن لحصوصتو انو دلكاني كبت بادييي دنبية دقال ايا دقال سوكاية انو دلكا كدعو لنا عكالة كولانكي حسن شيخ ايا داني او انوح نتيجة اهلاغ سوسارين مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ايا كو صولابتي مقالة مقدشو كدب ماركي او مالما كو سقنا مقالة قروي امام الكاسي بدلان هل كاسي او كلمات دور اي كلقاتي مدحوينها بدلان سعيد عبدالله داني اي قيبها كلدواني بلشدا نتيجة كلمات اللبدا مسؤول ايا الا اي حد لغا صوصارين والرسمي اه ماركي لغا ريبو خرال كوبان او لغو داواعي بارتا فيلا صوماليا كاسي او لغو شيغي إن لبدا مدحويني كوضا حدلين حوجين تا وضا شقين تا حي أدها الدولدا دردر قلين تا دقال كاكردن كأه أرقاق حصادا الشباب وحا حسيد مدن إن كولبدا أي أهايين كوسي قار أي أدح مري مدحويني حسن شيخ محمود يسعيد داني إسلامار كاسينا لغا ريبي دمان وسيرد الله السعودي مدحويني حسن شيخ محمود إيكوي الله السعودي سعيد داني أي بدلان سيداو شيغي سكرية محمد استعمار أو كميد أهدين عيدي أو حسن شيخ محمود كولا كولماي مغالة قروي مستر سكرية استعمار أو لحدلي ورباهين تقودها قاركو دايا سيداو كالي حسي إن كولان كالوادة مدحوين اللوغة حدلي أرما أقار أحي سيداس درا ديدن اللو أقان واي وحيابه أي كوادة حدلين إساقا أو حسي إن أي سن جيري دونين وحور سحافده داهي أو أي سوساري دونان لوادة سي مسؤول لبدا مدحوين اي حسن شيخ محمود يسعيد عبد الله الداني ما ايسان صوب بندقين وح اجندو اهي اوكو سابسان كل مدودي ان مدى اهي كسعود هالكاسي ما داما ايسان جرين خلاف حوغن او حلقاني كدح جري دولد فدرالك اي دولد قبل اتمام الكاسي بدلان ايو يري ورباهي ندقار او لحرير تيفي لا صوماليا ايا مسؤول كتيرسان وحاو شيغي ان ايسان جرين خلاف ايا اولاد مركي حروبا ودحيا لبدا دينا سيدا دراد ديدنا ايسان جرين باهي لو قبور مرتيات مدحوينها وحو بدلان او تغي انو كلا حدلو ودا شقين تا لبدا دينا
iyo xooga tabasho ah oo jirtay uu ka qanciyay madaxweyne Dani mana jirto baahi loo qabo warmurtiyeed ayuu markal yiri sargaalka tirsan fila Soomaaliya marka laga yimaado kulamadii ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in Puntland ay ka aqbashay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay marti geliso shir wada hadal ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo iminka qaarkood la sheegay inuu khilaaf kala dhaxeeyo fila Soomaaliya si kastaba madaxda Puntland ayaa hore u sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay madaxdooda Soomaaliya wax u wado ayagoo maamulka Xasan dusha u saaray wada shaqayn la'aan isku soo wada duubo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa iminka doonaya in ay wada shaqeeyaan isla markaasina khilaaf ay iska ilaaliyaan ummadii hay damirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii hay la dandansade lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dililahay daba gucleynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii la isku diro lagu danaysay ummadii hay dariiqay furtaba deerka lagu gooy ummadii hay daqliga dhiibatay lagu dulo u hay ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu horduuxay damir xumar waa waxa salaad shalay u deerteen maantana yariiso nin dilay idin dul joogaa galaal uu dambeeyay ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxuu galma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damir xumi hadba dowlad beedeen oo dacar hoostaal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshaa waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesaa waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kambani deeqdi laga keeno asigoon dariiqadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin saara tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaad ku nagu idil yahay nagu digayay xanadaayo noloshayna waa uga daraayay waa dufayl aan garan xishood diina soo barane xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahay inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqsiidiisi diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay doq kastaba hadan fiiriyo dirada u saaray dabciga wata waa midka jalay ku diideen odaygii darad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhiga dameer oo kala wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleenin xilka kama degan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku qararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii haddaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqday muwaad aruursatay doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtan dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday dantii uu lahayn ma u cabiray boqon imoodeene afar kalena dulkan hurda deerma ugu waabay umarow diciifta iyo deeq u xilataaba qoor diciifta iyo deeq u xilataaba aliyow diciifta iyo deeq u xilataaba darajadan dadkii lagu helayo waliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto noloshii loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dil wadareed asagaa ma deeqe hadii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaano galaa dul horaa yiriye afka xaadaba loogu xiray barasho waa deeq ummadan dariiqay martaba lagu dulo u hayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambaysaa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyaayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga dhamoodaa darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaani nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado e dagaal idinma faran ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdo u rabaa sidan dayaayaaye dantuun magalahaye uusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walulla isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diray doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybiyo waa aana raac sanada duugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina
adiga ya ragga duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daaiman tahay dabaqyadan taagtay dajjal keensateena iyo abi idin difaaceeba dildilaad ayaa idin sugeeda weyn qataba.